السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس أشرف مجدي من اي تي أكاديمي. أسأل الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت اتكلمت قبل كده على بوردة الباور سبلاي الى 2100 ان، ونزلت محاضرة سميتها محاضرة رقم 3، وكنت بشرح فيها هاردوير عملي. طبعا انا هشرح دلوقتي الديليجرام بتاعها، ده من تأليفي الحمد لله. اول حاجه طبعا احنا هنشاور على المكونات هنا اللي موجوده في الدايره. اول حاجه ده طبعا ده دخل الكهرباء اللي هو السلكتور، المقاومه، حمايه، الفيرستور، مكثف التنعيم، الدايودين. طبعا الدايودين موجودين تحتهم. بعد كده مكثف الكيميائي اللي بيبقى عليه 300 فولت، التشوبر، اي سي الباور طبعا انا شايلها هي دي. طبعا واضحة كده. بعد كده اي سي الباور، بعد كده المكثف التنعيم اللي هو الميت نانو، هنكتب عليه هنا 100 نانو. المكثف ده اللي هو الستارت بتاع الباي باس، وهنا الدرين، وهنا السورس طبعا، وهنا الاف بي الفيدباك. هنا المكثف اهو، نعمل فوكس، هو ده المكثف 100 نانو. طيب يبقى الاي سي ال ان كي هي الاي سي دي، انا شايلها طبعا من على البورده. طيب العناصر الاساسيه زي الترانس والدايودات والحاجات اللي احنا قلناها دي، في ايه تاني؟ في ترانزستور طبعا اللي اتكلمنا عليه بتاع الفيدباك اللي هو الترانزستور ده. اللي هو ده تمام، اللي هو بي ان بي، انا كاتب هنا الداتا عنه ان هو بي ان بي، الدخل من الاي والخارج من السي، يعني الدخل من الاميتر والخارج من السي. طيب وادي هنا الاي سي اللي هي 431 4 3 1 ايه. الاي سي دي طبعا هي الاي سي اللي بتقوم بتثبيت الاشاره على البيز، وهنشرح دلوقتي. الاي سي دي مهمه جدا، وهي بتشتغل ريفرنس ريجليتور شبه الزينر في الوظيفه بالظبط اللي هي دي. هي ليها 8 رجول طبعا، 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب اول حاجه احنا اتفقنا ان الكهرباء هتدخل من هنا 220، هتدخل 220 اي سي 50 هرتز. بعد كده هتدخل لمقاومه الحمايه، عشان اي ارتفاع من التيار المقاومه دي هتعمل اوبن، هي والفيرستور ده هيعمل شورت، فهيقفل الارتفاع التيار العالي عن الدايره كلها. بعد كده محتاج مكثف تنعيم يعمل عملية نويز، اللي هو إزالة الترددات الغير مرغوب فيها. بعد كده هتحول طبعا الـ AC لـ DC، بس ده تحويل نص موجة دايودين بس، هو ممكن أصلا تشيل الاتنين دول وتحط واحد عادي. طبعا الفول بريدج اللي هي الموجة الكاملة بيبقى 4 دايودات. طبعا بعد كده محتاج تنعم الـ DC ده، فهتحط مكثف تنعيم قيمته 400 فولت، 47 مايكرو او 10 مايكرو حسب الدايره. بعد كده الملف الابتدائي، الملف الابتدائي ده مهم جدا، هو ملف اللي بيتبني عليه الدايره كلها. ان هو معنى ان هو هيبدا ان هو ياخد تيار موجب زي ما انت شايف كده بعد التحويل، يعني هنا اي سي وهنا دي سي. بعد التحويل هيدخل على الطرف ده موجب، وهيمر التيار داخل الملف. يعني تخيل كده ان اللون البرتقاني ده ان هو الكهرباء اللي داخله للملف، هي طبعا جايه من هنا،
تخيل كده ان هي اللي داخله الملف، هتروح لحد الدرين. كل وظيفه الباور سبلاي اللي هي اي سي الباور سويتش لينك، ان هي هتودي التيار ده للار دي، بس هي دي كل الوظيفه بتاعته. فلما هيوصل من الدرين للسورس التيار ده، هيتم جواه شحن وتفريغ، هيكون عبارة عن مجال مغناطيسي. يعني الكهرباء وهي نازلة كده هتعدي الناحية التانية، ولما تيجي تفصل هيقوم مطلع مجال مغناطيسي. كل السويتشنج اللي هيحصل ده هو هيطلع لك هنا فيض مغناطيسي، فلما تحط ملفات ثانوي قدامه هتطلع لك كهرباء عادي جدا. طيب اتفقنا، قلنا في الباي باس، قلنا في البلوك، في الهاردوير تتبع في المحاضرة رقم 3، قلنا ان المكثف ده محطوط على الارضي علشان يعمل عملية الرننج اللي هي الستارت، اللي هو الارضي ده هو الارضي ده، تمام. طيب طرف الفيدباك بقى قلنا ان هو بيعتمد على عنصرين، ترانزستور والاي سي الاربعة تلاتة واحد، ايه اللي بتقوم بوظيفة الايه الزينر. طيب يا شباب، اول حاجه ترانزستور هو عباره عن بيس كوليكتور اميتر، هو نوع بي ان بي، الدخل من الاي والخارج من السي. طبعا الدخل بتاعه بعد ما الباور خرج عباره عن 7.5 و5 فولت، وطبعا الاتنين دول لو انتوا جمعتوهم هيطلع 12، لان الخارج ده محطوط ديودين عكس بعض. طيب هنتكلم في الموضوع ده عشان ده مهم جدا، اهم بكتير جدا. العينه هتخرج من هنا من المكثف ده، اللي هو المكثف ده بالظبط، المكثف ده هتخرج من الموجب، هتخرج لحد ما توصل للإي. كل اللي مطلوب من الترانزستور ده ان هو يوصل التيار من هنا لهنا. التيار ده بقى حسب فتحة البيز دي، يعني ممكن يوصل هنا 3 فولت، ممكن يوصل 4، ممكن يوصل 5. طبعا احنا هنعمل محاضرة هاردوير تتبع فولتيات للدايرة دي، فدي هتفيدنا كتير جدا. طيب ان البيز دي لما تاخد اشارة هتعدي التيار من هنا لهنا، ايا كان بقى، ممكن يعدي 2، ممكن يعدي 3، ممكن يعدي 4، ممكن يعدي 5، حسب ايه الدايرة وحسب اللي داخل هنا. اتفقنا، قلنا ان المقاومة دي هتاخد الكهرباء من هنا وهتقوم ماشي ماشي جواها كده لحد ما توصل للبيز. اهي المقاومة دي يعتبر هي مقاومة البيز، مقاومة تشغيل ترانزستور قاعدة اللي هو البيز، اللي هي دي. اللي هي دي اللي هي بتنقل. هنعمل تريبل، يعني تريبل كده نفكر الناس، هنعمل بس فوكس بسيط. طيب اللي هي هتاخد الكهرباء من الموجب، هتعدي وهتقوم داخلة على البيس هنا، تمام. هي المقاومة دي مقاومة البيس، هي المقاومة دي اللي بتشغل البيس علشان المتر يعدي الناحية التانية تيار فيروح كالتالي. طبعا لما انت تعدي تيار الناحية دي، خلاص هنشرح هنا بقى، لما تعدي تيار الناحية دي اللي هو على الرجل دي، على رجل الكوليكتور دي، تخش على المقاومة وبعد كده على رجل الفيدباك. طبعا لما تعدي التيار الناحية دي هيدخل، دي هتعمل له إعاقة بسيطة، يعني هو لو هنا مثلا 3 هتخليه مثلا 1، لو هو 4 مثلا هتخليه 3. المهم ان هي محطوطة عشان تقلل القيمة شوية وتدخل على الفيدباك على طول. الفولتيات اللي موجودة بنسبة كبيرة هتلاقي هنا 1.3 و 1.6، وهنا هنا هتلاقي حوالي 1.3 او 1.6، هنا هتلاقي حوالي 5.3، حسب ايه، حسب الدايره. بس احنا هنقيسها دي سي افضل علشان نطلع لك الناتج صح، لان البورده هتكون سليمه 100% بالفولتيات اللي انت هتكون شايفها. طيب دور الاي سي دي هنا ايه دورها؟ ان انت لما تدخل كهرباء من هنا عشان تعدي الناحيه التانية حسب الفولت اللي داخل للبيز، دورها بس بص امشي ورا الخط ده، احنا كنا راجعين، انا عامل السهم اللي قدام لان هو التثبيت كده. طيب احنا كأننا راجعين، هتلاقيها بمقاومة، هتلاقيها على رجل رقم واحد. رجل رقم واحد دي اسمها كاسود، ودي اسمها انود، ودي اسمها ريفرنس. طبعا لو دخلت على الداتا شيت على جوجل وكتبت 4.3.1 A1 هيجي لك الداتا شيت كلها، هتلاقيها بنفس المصطلحات دي. طيب الكاسود ده هو وظيفته ان هو هيثبت التيار اللي داخل هنا، يعني المقاومة دي لما تشتغل وهيخش لك بيز هنا، ده وظيفته كلها ان هو هيثبت التيار هنا. يعني لو هنا مثلا في 3 هيثبتهم عند 3،
مهما ده ارتفع شوية ده هيفضل ثابت، يعني كأن ده بروتكشن للبيز، بيحافظ على استقرار القاعدة أكتر. جميل. طيب هنا ده الأنود أرضي اللي هو واخد أرضي الخمسة، يعني كاتب عليه جي بي جي بي اللي هو أرضي، دول أرضي واحد بعيد عن الأرضي اللي جوه، يعني ملناش علاقة بالأرض اللي جوه دلوقتي. طيب الرجل دي الريفرنس، بص بقى واخدة من الخمسة فولت ماشية بمقاومة، هتلاقيها في المحاضرة رقم 3 العملي بتاعها، ماشية من 5 فولت كده داخلة على هنا عشان تغذيها، فالاي سي تشتغل فتثبت لك الجهد اللي انت عايزه. جميل. هي دي الدايرة الزانوسي ال 2100 ان بكل سهولة. فاللي محتاج اي حاجة يكلمني وانا تحت امركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.